السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله not take much إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان يوم الدين. Today is the day of Eid. It is a day of happiness for your family to go and enjoy the time. And there is no fasting. As the Nabi sallallahu alayhi wa sallam mentioned that, كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام يوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق. The day of Adha, which is today, and the 3 days of Tashriq, which is tomorrow and after tomorrow and after tomorrow, 3 days after today, 4 days from today. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أيام أكل وشرب وشكر الله تعالى. It is the days of eating and drinking and thankful, to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Dear brother, don't forget to donate for the masjid for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. If everybody put 10 or 20 dirhams, it make a difference for this masjid. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم.